أكد الرئيس علي الريس القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن عدد زوار مركز أحمد الفاتح الإسلامي بلغ أكثر من 22 ألف زائر من 110 دول خلال عام 2022. وسجل شهر ديسمبر من نفس العام أكبر عدد زوار للمركز حيث بلغ 4834 زائرا. وأوضح القائم بأعمال مدير إدارة الشؤون الدينية بأن مركز أحمد الفاتح الإسلامي يمثل أحد أبرز المقاصد السياحية في البحرين، حيث يستقطب سنويا الكثير من الوفود والزوار من مختلف أنحاء العالم باعتباره أكبر جوامع المملكة، مضيفا أن المركز شكل مقصدا للآلاف من سائحي البواخر السياحية التي وصلت البحرين عام 2022. من جانب آخر، أعلن السيد نواف راشد رئيس مركز أحمد الفاتح الإسلامي التحاق 478 طالبا وطالبة بدار علوم القرآن الكريم التابع للمركز خلال العام الماضي، حيث يشكل تعليم القرآن الكريم أحد نشاطات المركز بمشاركة 24 معلما ومعلمة.